بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يقول الهوس الثاني: اشكروا إله الآلهة، اشكروا رب الأرباب. في الحقيقة نحن لا نؤمن بوجود آلهة، لكن في حاجات تسمى آلهة، يعني الوثنيين بيعبدوا آلهة، هي في نظرهم آلهة، لكن مين خلق التمثال ده أو خلق الشمس أو خلق النيل أو خلق البقرة اللي هم بيعبدوها؟ الإله الحقيقي، فهو إله الآلهة اللي أنت بتعتبروها آلهة. وكون الكتاب يقول إله الآلهة مش معناها بيعترف أن الآخرين دول آلهة، لكن حسب التسمية. يعني مثلا زي إيه؟ واحد اتولد وسموه جميل وهو طلع مش جميل، هل ده سبب كافي ان انا ما اندهلوش اقول له يا عم جميل ولا يا استاذ جميل؟ هو اسمه كده. في مثلا القاب بتعطى للناس قد تكون انت مش مقتنع بيها بس صار لقبه، فانت بتناديه بهذا اللقب. عشان كده لما الكتاب يقول اله الالهه مش معناها ان ربنا موافق على وجود الهه، بس هو كانه بيقول ما يسمى الهه. أما حكاية رب الأرباب، كلمة رب يعني سيد، يبقى الأرباب معناها السادة. ممكن واحدة ربة بيت، ممكن الرجل في بيته هو رب هذا البيت، ففي أرباب الأعمال، أرباب الحرف. فممكن الواحد يظن في نفسه أنه سيد وأن هو صاحب السلطان، لكن لازم ينتبه أن في رب للأرباب وفي سيد للسادة. فزي ما انت عايز اللي تحتك يخضعوا لك، خليك انت كمان تخضع لله، لان لما تكون انت تخاف الله حتى الناس اللي بيتعاملوا معاك يتعاملوا براحة. يقولوا كده في المثل: اللي ما يخافش الله تخاف منه، اللي ملوش كبير مش هتعرف تتعامل معاه. عشان كده الرب هو رب الأرباب، احنا نحترم سيادتك ومحترمين ربوبيتك اي شخص يعني، لكن ما تنساش ان فيه فوق العالي عاليا، يبقى احنا خاضعين للكل. هذا الاله، اله الالهة ورب الارباب، نقول صانع العجائب العظام وحده. طبعا في ناس بتعمل عجائب ومعجزات، بس طبعا معروف ان هي بتعمل بقوة الاله الحقيقي. الشيطان ممكن يعمل معجزات لكنها مزيفة، وفي بعض الناس بيعملوا معجزات بقوة الشيطان من أجل الضلال، لكن العجائب العظام الله وحده هو الذي يعملها، وإن كان أحيانا بيد أنبيائه وقدسيه ورسله الأطهار. Sasi filan ethrobe.